أيضا حصري انتهت التحقيقات التي جرت خلال ال48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي: اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا وعرضه للبيع نظرا لما بدر منه، أعاد تشكيل هيكلة إدارة التعاقدات بما يتلائم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. والنقطة الثانية دي اللي قالها لنا الكابتن رمضان منذ قليل، وده حصري وانفراد لقناة النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، يا ريت تحطها في السترابات على الشاشة للسادة المشاهدين. معلش يا كابتن وليد، هروح معاك للسكة دي. يعني انت واحد من الناس اللي انتقلوا النادي الاهلي، وكانت اداره ما كانش امير توفيق، ما اعتقدش ان كان امير توفيق ساعتها، كان مدير التعاقدات كان المهندس عادل القيعي، وتوالى الافاضل اللي تولوا هذا المنصب. كيف ترى وانت دلوقتي ماسك مدير قطاع الناشئين، وانت كنت لعيب، وانت مسؤول في النادي الاهلي، الحاله اللي حصلت خلال ال 48 ساعه الماضيه وتصرف النادي الاهلي؟ واديك شايف رئيس نادي وفاق الصيف بيتكلم ازاي عن النادي الاهلي، ومن قبله والد اللاعب بالعيد واللاعب نفسه. وطبعا انا شايف ان قندوسي اخطا في التصريح او اخطا بالكلام اللي قاله، ان ده طبعا مش موجود عندنا في النادي الاهلي خالص. يعني نعم. على مدار السنين اللي فاتت كلها احنا الحمد لله بفضل الله يعني كل المنظومه كل واحد عارف هو بيعمل ايه، نعم. وفي الاخر في نظام وفي سيستم. لكن اللي حصل ده كابتن طبعا هو اخطا فيه جامد جدا. يعني النهارده او امبارح كان في تقريبا تحقيقات معاه، نعم. واكيد طبعا القرارات اللي طلعت دي قرارات طبعا. وخلاص النادي الاهلي قرر عرضه للبيع. طب خلاص نعم. كده تمام يا كابتن. يعني انا شايف ان وقال ان لا توجد مخالفه، يعني القرار كان واضح لدرجه، بس قالوا انه هيطوروا في لجنه التعاقدات. هو الطبيعي يا كابتن ان لازم كان يبقى فيه تحقيقات ويتاخد الاجراء ده، عشان طبعا حضرتك ذكرت ان اليومين اللي فاتوا كان الموضوع مش احسن حاجه، ان ده بالنسبه لنا ده جديد في النادي الاهلي ان حد يطلع يتكلم بالطريقه دي والاسلوب ده طبعا مش موجود عندنا خالص في النادي الاهلي.